انطلقت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الإقليمي لمستقبل التعليم تحت عنوان كفاءة التعليم الإلكتروني وجودة مخرجاته، وذلك بتنظيم من جمعية الخالدية الشبابية. وحول هذا الموضوع أكد السيد إبراهيم راشد النايم رئيس جمعية الخالدية الشبابية خلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على حلول التعليم عن بعد والرمية إلى معالجة آثار جائحة كورونا وتداعياتها التي ألقت بظلالها الثقيلة على مجال التعليم ومستقبله إقليميا وعالميا. اليوم طبعا رأينا أبنائنا اليوم يدرسون عن بعد وعلى التكنولوجيا، يعني عكس السابق كان في حضور وفي الصف، فهذا المتغير أكيد أنه كأول مرة بتكون له يعني أثار إيجابية وسلبية، ولكن ولله الحمد رأينا من وعي شعب البحرين وبقيادة جلالة الملك الله يحفظه وبرئيسه الثاقبه ان البحرين كانت من الدول المستقره من ناحيه التعليم. نعم. واحنا فضلنا ان يكون هذا المؤتمر في مملكه البحرين، لان طبعا مملكه البحرين دائما رائده في مثل هذه المؤتمرات وسباقه في ان تنظم لايجاد الحلول للمستقبل الذي ما زال قامض من ناحيه التعليميه.